واحنا في استباحه سناكس لا يمكن ننسى حد مهم جدا، الحامل. مبروك المدام حنان. الف مبروك. الحامل اللي هتاكل اتنين في نفس الوقت، ماما بتاكل والبيبي بياكل، لازم نقدم لها حاجه مغذيه وصحيه وتبقى فيها عناصر كتير تفيدها وتفيد البيبي اللي جوه. ونعمل ايه؟ البيبي اللي بره. والبيبي اللي بره؟ وطبعا الحوامل دول يعني بيبقوا جعانين معظم الوقت، ومش معنى ان انت حامل ان انت تسيبي الدنيا تبوظ، عشان احنا عندنا يعني في مصر الواحده تحمل اول ما تشوف تيست الحمل 5 كيلو على ايه ايه اللي جرب. ايوه هي حقيقي فرصه طبعا. بناكل الاثنين والكلام اللطيف ده كله، بس لازم ناكل كواليتي فود، لازم تاخدي بالك من نفسك وتاكلي اكل صحي يفيدك ويفيد البيبي، مش ان انت تتخني ومش هتفيديه بحاجه. فنرمين النهارده انا شايفه بصراحه يعني وجبه غذائيه كامله. لا يعني فرايتي فرايتي بجد والله. يعني يا بختها الحامل اللي هتاكل الحاجات دي، هيجي بيبي حلو كده 5 كيلو. لا انا عشان الحامل ما بتاكلش. انت حامل ايه؟ لا لا انت حامل. انا عشان الحامل. لا عشان الحامل ما بتاكلش. فولتي على نفسك. ما بتاكلش ثلاث وجبات زينا، المفروض تاكل 5 أو 6 وجبات، عشان زي ما انت رشا بتجوع في النص، فهي بنعملها سناكس تبقى مفيده وتبقى خفيفه في نفس الوقت بالزبط. وتاخد فيها كل العناصر اللي مطلوبه بالزبط. فانا النهارده فكرت ان احنا نعمل سلطه او طبق كده يبقى غني بعناصر كتير، وفي نفس الوقت هنعمل لها حاجه برده سناك خفيفه بالزبادي، ده هيديها باور وهيديها يعني ومفيد للبيبي جدا. يعني ده اوميجا 3، ده السلمون ده والجرجير وفاصوليا والياف وجبنه حلوم وافوكادو، يعني حاجه قويه جدا. كل طلباتك، كل اللي نفسك فيه. احنا هنولع على النار ليه؟ علشان عايزين نقلي بس الجبنه دي شويه في شويه زيت زيتون يديها طعم، ما تبقاش سهتانه يعني كده. سهتانه؟ تبقى ايه؟ طب تبقى ايه؟ تبقى بيل. بيل مثلا. ايوه ايوه مش يبقى ليها طعم، يبقى ليها حاجه كده. ايوه بالظبط. هنعمل يا اما نرش بسبراي زيت زيتون، يا اما نحط ايه شويه زيت زيتون في. جبتي دي منين؟ حابة اقول لك بعدين. عندي الجبنه ادي كده هحطها، عشان انا بس ايه هديها لون ذهبي كده حلو. أوكي. عشان ما تبقاش سهتانه او تقيله، عشان ما تبقاش كده بالظبط. والدريسنج بقى رشا هتتولاه. هنحط ده ساور كريم صح؟ ده ساور كريم بالظبط. اوكي قلبانه اهي. اتفضلي كل طلباتك. كالسيوم بقى وايه تبقى جميله جدا جدا كمان. ممكن لو هي مش حابه يعني، بس انا مش حاطه زيت زيتون كتير يعني، انا بس الهدف ان هي ايه يديها طعم ولون حلو، تبقى شايفه الطبق تبقى حلو. طعمها مختلف. اوكي بقدونس اخضر؟ لا مش بقدونس يا رشا، ده شبت. شبت. لا 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 ركزي في الدريسنج، ده عايز تركيز. ايوه حد يعني فاهم الدريسنج. انت فاهم؟ انت عشان عملت دريسنج. بالظبط. فكر يعني كده مش اي حاجه. اوكي. وكابري؟ وكابري بالظبط. وانا عندي السلطه كل ده كتير قوي. لا حطي حبه بقى، عشان وبعدين يتشطف كويس عشان ما يبقاش ملحه عالي ويزود لها الاملاح كمان. عشان ما يبقاش سهتان. لا ما يزودلهاش الاملاح. يا والثوم بقى ما نكترش عشان حموضه. لا بالظبط. لا ما نكترش الثوم، يا دوبك مثلا ايه فص ثوم مفروم وليمون بالظبط. اوكي وده بقى ده سكر يا نرمين؟ رشه سكر بس كده بتدي طعم احلى للسلطه فعلا، للصوص كده. عارفه لما بيبقى فيه تيست يعني ايه حلو كده شويه. بتبقى مسكره شويه حلوه. اوكي السويت اند ساور. بصي بتاخد لون. أيوة. بس ايه كده تبقى لونها الذهبي بس حلو. هي سهتانه وده يعني. زيت زيتون سهتانه يبقى يعني ملاش ملامح ملاش طعم كده يعني. دي حاجه عارف معروفه ولا احنا بس داخلين؟ لا لا دي معروفه والله. يعني ممكن نعمل استفتاء على كلمه سهتانه ونشوف. بيقولوا ان السهتانه تخاف من السهتانه. من تخاف من السهتانه. انت بتعملي ده في زيت زيتون صح؟ في زيت زيتون بالظبط. بصوا اهو هو ده اللون اللي هي المفروض تخين. بصوا لونه حلو. ممكن تدخل الفرن. ممكن تدخل الفرن زي ما بتقولك امل تتشوي، بتبقى طعمها برضك جميل جدا. يعني حاجه بسيطه يعني، احنا بس بنحاول نحللها للطبق.
فما ونديها كذا طعم عشان بس هو طعمه حلو يعني الحاجات اللي فيه كمان حلوه قوي يعني الحامل نفسها بتبقى يعني ملانه وزهقانه من شكلها وحاجات كتير لا مش سهتانه هي بتطلع همها كله في الاكل بالظبط اه طبعا على فكره انت لسه والده بقالي سنه لا بس وانا حامل اصلا باكل كميه اكل بصي انا والثلاجه اصدقاء غرام اه والله اصحى بالليل الاقي نفسي مثلا ايه عندي حموضه امسك علبه اللبن كلها حموضه بقى حلوه اوكي طيب انا بقى هقول لكم السلطه بقى هتبقى عباره عن ايه انا عندنا هنا الجرجير انا اخترت حاجه ورقيه خضراء تبقى طعمها حلو أوكي. وطبعا مفيد فايده جامده جدا فيتامينز كل حاجه في الدنيا بالظبط اهو هنرصه كده مفيد للشعر جدا بالظبط وفي حديد كمان دي مش عاجباني ولازم نغسل الحاجه كويس قوي كمان عشان البيبي ما يطلعش قرع بالظبط لا 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 يا امل دي بقى لا انت بمزاجك مش عارف ليه انت مش عارف وعندي كمان اخترت الفاصوليا الخضراء عشان هي محتاجه الياف ممكن بدل الفاصوليا ممكن يبقى الاسباراجوس بردك يعني بدل الفاصوليا ما هو الاسباراجوس وده مشاكل فخلينا في الفاصوليا اوكي الفاصوليا دي على فكره مسلوقه وممكن تتعمل على البخار بردك بتدي نفس النتيجه الثمين دي يعني وجبه مش وعندي كمان انا مختاره الافوكادو بصي عامله لكم ايه طقم اخضر ارضيه خضراء انت هتلوني دلوقتي وهننزل بقى بالالوان الحلوه ايوه ادي اهو يعني هنحط كده بحيث ان هي تمسك طبق تحس ان الله ايه الطبق الغني ده يعني طبق مليان تحط الشوكه تلاقي طعم مختلف في كل حته بالشكل ده كده وعندي الفلفل الاصفر شفتوا الالوان فتحت ازاي ثالث الاول عايزه اقول لك ان انا بحب قوي لون الاشاره في الاطباق بتاعتي مش عارفه ليه لون الاشاره الاحمر والاصفر والاخضر ده بميل ليه هو ايه اللي ما لسه ما حطيتش كمان بميل ليه جامد ولون الاشاره وهنحط الطماطم الشيري في الوان الطيف لكن الوان الاشاره دي مش بتاعتهاش الوان الطيف دلوقتي بقى ليها مشاكل ايوه خلينا في الوان اللي هي على جنب ايوه الوان الطيف دي وهحط لها بقى ايه الجبنه اهي جبنه بعد ما احنا حمرناها بالشكل ده كده حلو قوي يعني طبق غني جدا انا بحب الجبنه الحلوم دي كمان قوي انت عارفه انا عملتها بالكنافه كمان حلوة انا حضرت الحلقه دي حلوه قوي طلعت حلوه قوي قوي بالظبط كده هي سخنه قوي انا مين انا بجرب بفكر اعمل كده ما انا جات لي نفس الفكره عشان وقت البرنامج بالظبط كده وقت البرنامج لا يسمح لا يسمح في الاوقات السعيده بتعدي بسرعه لا سعيده ادي كده وده السلطه بتاعتنا اهي مع الصوص بتاع رشا واو شايفين ادي سلطتنا جميله قد ايه طبعا نفسكم أيوة تدوقوا الناحيه الثانيه طب وال سيرفيس ايه ده ده صدقي نسيتوا ما انا عملت انا قلت ده مستنيه ايوه في لون ناقص في الطبق ازاي لون الاشاره ده الاشاره اثرت عليا انا هحطه بس كده انت قطعيه بس كده بايدك بصوا السلمون ده مهم قوي بالذات في النص الثاني من الحمل عشان فيه الاوميجا 3 اللي بتعمل بقى الوايرز اللي في الدماغ عشان الولد يطلع ذكي فانت لازم وبعدين تركزي اصلا في الحمل كمان ايوه الحامل دايما بتنسى ده شيء طبيعي هو يعني هو دايما في الاواخر دايما يقول لي خدي اوميجا 3 فعلا اوميجا 3 او النتس يعني برضو والهول جرينز الحاجات دي اللي مخ البيبي عشان عايزين نحسن النسل الطبق جاهز كده ايه رايكم اهو كل الالوان والعناصر مكتمله يعني غني جدا والحامل تاكل كده بنفس وبشهيه عاليه جدا حاجه جامده احنا مش بقى حامل بس حندوق ايوه طب انا بفول عليكم حريمي الطبق ده انت ما تاكلش عشان لك تاكل صحيح حريمي ورجالي وحامل وانت مش هينفع تجيبي عيل رابع فما تاكليش لا 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 كده الحمد لله قوي لا لا كله لا لا بفول عليكم مش اي حاجه طبق خالي من الهرمونات ما الطبق الثاني بقى او السناك الثانيه للحامل بردك حاجه بردك لازم تبقى مغذيه جدا انا هنختار ايه يا رشا ده حلو ولا حادق لا ده يعتبر يعني هو الزبادي هو الحاجه الوحيده الحادقه وهنا انا عندي القوت او الشوفان 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 دوت محطوط في الفرن الاول
يعني الاول قلبت معلقه زيت زيتون حمصته وشويه عسل ابيض أوكي. ودخل الفرن 5 دقائق طلعته تاني حطيت عليه عين جمل لان الحامل يعني لازم المكسرات دي شيء اساسي وبالذات عين الجمل يعني عين الجمل مهمه جدا واللوز لو ما فيش عين جمل ولوز السوداني اوكي يعني أوكي. مش معنى مكسرات يعني مش ممكن مش لازم لا مش لازم لازم حاجات غاليه يعني وعندي زبادي حلوه ينفع بريكفاست حلو قوي بالظبط يعني لانه هو مغذي جدا جدا وعندنا مكعبات تفاح مشويه ومحطوط عليها شويه قرفه بالظبط هنحطها هنا ده حلو للفوارخ كمان والله للصبح ده يبقى حلو بصوا حلو قد ايه تبقي حامل وهنحط معاه شويه مشمشيه لان الحاجات المجفه دي مفيده جدا جدا حاجات رمضان بقى طبق رمضان طبق رمضان تاكليه وانت حامل في رمضان وشويه زبيب حلو قوي يعني كل عناصر مغذيه ومفيده جدا وعندنا كاس بقى هنغرف فيه اوكي حط لنا بقى الزبادي كبيز كده اعمل لك بيز بالظبط هنقلب كل الكلام ده زي ما قلت لكم الشوفان بس ما قالش بيز ده بيز عشان نحط بقى كده وهحط بقى الميكس دوت او الخليط ده وهحطه عليه بقى تقعد في حاجات هتغرق جوه انت بصي بقى هي هتلاقي ايه الالوان حلوه وتلاقي الوان الاشاره في الاخضر بقى لا مفيش بقى الاشاره دي ناقصه لون دي ممنوع الدخول ده كده يعني عشان ما بطلش يعني اكل تفضل على طول سناك تاكله والله جميل يا نرمين يعني تسلم ايدك سنه مليم معلقه جدا وفي نفس الوقت مغذي وفي عناصر كامله شوفان الفواكه المجففه البان المكسرات سناك هايل ويشبع الحامل يغذي البيبي وده ينفع سناك وينفع بريكفاست على الصبح عشان برضو الحوامل ما يحبوش الحاجات الثقيله بالظبط قدمنا لكم للحوامل وللفوارغ واللي عايزين يعملوا دايت واللي عايزين ياكلوا واللي عايزين يوفروا وما يجيبيش ما يدفعوش فلوس كتير في سناكس الشغل نتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم وان شاء الله نشوفكم بكره وصباحا جديده ومفرفشين وصبح صبح 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 ميرسي يا جماعه شكرا ليكم باي باي صباحا استباحة 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 استباحة